الفترات من خروجك من ستار اكاديمي لهلا؟ يعني وقت اخذ بيت وقالوا انه لا دهر من برجة ونسى برجة ونسى اللي عملوه معه برجة، هيدي كمان كثير انعزت منها. ما يعني الصحافة مشكلة، أنا بلبنان الصحافة مشكلة، عرفت كيف؟ بنقوا شغلة لحتى هيدا. هيدي انأذت كثير منها، يعني ما حبيتها لأنه ممكن يعني كذا حدا من برج يمكن يصدقوا هذا الموضوع، يمكن يقولوا إنه إيه مزبوط، فكرمال هيك انأذت منها. قيل أو قال بشو بدك تبلش؟ قيل يلي انقالوا عنك، قال يلي أنت قلتهم. قيل خلينا قول انت قال ما منك اي كثير مش عائل شيخ عائل اكيد فاضي جوا ما في شيء لا في كم وحده رح نبلش فكره عجبتني القهوه انا والله هتصير هلا تشرب قهوه من وراكم هلا مزوع على الاخر بدي قهوه بدي دخن بليز بدي دخان بليز هو لا ما بيزبط بلا قهوه مزبوط لازم تقلق لما تقعد مع اصحابك الشباب بتحكوا على حدا وهيك عن شو بتحكوا؟ ما في حدا ما بيحكي بنحكي على حالنا نحكي على بعض بنتذكر يعني اخر مره كنا قاعدين صرنا نتذكر مذكر وقتها كنا هون وشو عملنا هون وشو صار هون نضحك على بعض بنشوف هلا اذا رح تضحك جوزيف عطيه بيشبهني كثير بالنفسيه والاخلاق وعندنا كثير صفات مشتركه انت قايل هيك شيء؟ انا ايه سوري حاطين لوحده قال مع الايد ما عليه رح نقطعها يلا بنقطعها انت قايل هيك شيء؟ بحبه كثير لجوزيف عن جد نفسيته بحسها عن جد قريبه لنفسيتي، هذا الشخص بحسه هيك كثير قريب لقلبه متواضع وهيك. كيف بتلاقي اختيار اغنياته؟ بجنن جوزيف كثير ذكي كثير. مزبوط انه في اتصالات بين بعض بتهنوا بعض على اعمالكم؟ كثير اكثر يعني يمكن مع انه جوزيف عطيه منه بالسيزون تاعولي بس اكثر شخص قريب لإله انا يعني قراب لبعض هو انا وجوزيف. بكل ستار اكاديمي بالسبع مواسم يلي صاروا لحد هلا مين اللي نجحوا غير جوزيف عطيه؟ ليك انا مش ضروري انا اكيد عم بستثني انت انا هيدا السؤال ما بحبه لك ليه؟ لانه ماني بموقع هلا اقعد انا ما بتقيم قيم هيدا وقيم هيدا انا عم بسال رايك كمشاهد معروفين يعني مش ضروري نحكي عنه يمكن احمد شريف شذا حسون بشار شطي اكيد حانسى حدا يعني بس انه يعني هني معروفين اوكي معروفين هلا رح نصير بالقيل قطعت وحده قال اوكي اغنية انت بتعني لي كثير لسعد رمضان تتسرب عبر الانترنت قبل طرحها في الاسواق والمؤكد ان من قام بتسريبها شخص قريب من سعد رمضان. مزبوط. اغنيه كان المفروض تنزل هي بتصور من الحان خالد. خالد ايه مزبوط. صح؟ مزبوط. واغنيه بيقولوا انه كانت كثير حلوه. في كثير ناس حبتها في كثير ناس حبتها انا يعني اللي صار معي وتفاجأت فيها انه كنت عم سمعتها اول شيء ورجعت سمعت كذا غنية مع خلص الوقت. رجعت قررت خلص الوقت ما قررت على هيدي الغنية. بعد ما تنزل لقيت عن جد قد ايه في عالم حبتها يعني كل حدا سمعها ما بقول لك انه كل العالم سمعتها لانه ما طب كيف نزل؟ يعني يمكن ربع العالم اللي أكيد. بيسمعوها اللي بيحبوني سمعوها بس تسربت. حتى هون ربع حبوها كثير لا تسربت مين سربها؟ تسربت ما بعرف اكيد حدا قريب مني يعني هيدي الغنية ما كان حدا يعرفها الا القراب مني عرفت كيف؟ وبأول فترة اول ما تكون ظهر جديد وبعدك عم تعمل اول غنيه ما بتكون عارف انه هي ممكن الغنيه تتسرب مش لازم تظهر يعني هلا اذا بقول لك الالبوم اللي هلا انا سجلته الاغاني اللي انا سجلتهم انا ما معي اياهم وانا طلبت انه ما يكونوا معي خلص ارفع المسؤوليه عنك اثبت خلص انا سجلت حطيت عملت اللي علي بكره برجع بسمعهم طب حدا صعد سرب سرب الاغنيه محبه فيك لتوصل ولا يمكن اذيه؟ يمكن محبه يمكن اذيه انت شو رايك؟ انا بحس اذيه وحدا قريب منك؟ يعني هني كم شخص كانوا بيعرفوا يمكن قريب وبطل قريب هلا كانك عارف مين يمكن طب ليه ما بتحكي اكثر ما بدي احكي لانه ما بحب اظلم حدا من العائله ولا لا لا مش من العائله اكيد لا عائلتي شو سعد رمضان يعد الجمهور بليو مع والدته صاحبة الصوت الرائع وما زلنا في الانتظار والدتك بفترة السبعينات كانت تغني بمصر مزبوط وعندها اغنيات لها وهلا حلمي بشر وعمار الشريه شو قالوا عنا وبشو لقبوا صوتها فجاه نحن سمعنا صوتها واندوخنا وقررتوا انه رح يكون في ديو بيناتكم والعالم كانوا فعليا ناطرين هالديو يعني مدام سوزان وجهلها تحيه اكيد وجهلها تحيه اللي صار انه الفكره بعدها موجوده وفي كثير افكار غير قصه ديو انا ووالدتي في كثير افكار
يعني انا بحب مثلا ميسي اللي بحب، في كثير افكار، بس هلا كاول فتره بدي اثبت حالي كاسم سعد رمضان. يعني بس ليثبت اسم سعد رمضان صار في اعمل كذا شغله. انا برايي ما في، والانسان اجمالا مش لازم يحمل كذا بطيخه بيد وحده، يركز على شغله. هلا عم ركز على قصه انه يبين سعد رمضان هيدا ستيله هيدا كذا، بعدين صرت الدويتو، بعدين التمثيل، بعدين كثير قصص. بس أوكي. قريبة جدا، يعني قريبة جدا، يمكن ما ثاقبت لانه اول شيء ما كان في شركة انتاج، هلا عن جديد صار في شركة انتاج، واللي صار هلا انه هلا ما في مناسبة. معقول عيد الام؟ ايه اكيد عيد الام فكرة كثير واردة. اوكي، بعد ان صرح مرات عدة ان لا احد من الطلاب الذين انفصلوا عن ستار سيستم قد نجح، سعد رمضان ينفصل عن الشركة لينتقل الى شركة اخرى. انت قايل بمقابلات انه ما حدا بينجح اذا انفصل عن ستار سيستم. هلا هي ما هي، هو اللي بده ينجح حينجح ان كان بستار سيستم او برات ستار سيستم. بس هي الشغله اللي انا كنت بوقتها عم بقول لك عنها، انه ستار سيستم عندها خبرتها مع ستار اكاديمي كثير، مع طلاب ستار اكاديمي اكثر من غيرهم، عرفت كيف؟ يعني صاروا حافظين شو بدهم حافظين. بس بتوصل لمرحله خلص ستار سيستم، ليه انا فكرت يعني انفصلت عن ستار سيستم؟ لانه كان الانتاج انا علي، عرفت كيف؟ هن اداره، فالانتاج علي. بالنهاية ما فيك، يعني ماني ابن شي وزير او شي، عرفت كيف؟ يعني بالنهاية بدك 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 مصروف للفن، لتعمل اغاني، لتعمل هيك، بدك شركة انتاج. وشغلة ثانية اللي هي يعني هلا هن شو وظيفتهم؟ هن كانت ادارة اعمال بس، يعني الانتاج اول غنية انتاجي من كل شيء، ثاني غنية كمان انتاجي. فبتوصل لمرحلة خلص ما بقى فيك، بدك شركة انتاج. واللي كنت عم نبش عليه أكثر أنا، أنه مش أنه انفصل عن ستار سيستم لا رح ما حيلا شركة انتاج. هيدا اللي صار أنا، وهيدا اللي أول غنية انعرض علي كذا شركة انتاج ما يعني رفضت، ما قلت خليني أنا أدفع هلا وبعدين أحسن ما أجي، يعني اللي بنيته ينهد هيك. طيب وكيف صار الانفصال؟ بس لحتى نقول للعالم، لأن صار حبيا صار في ديل، صار في ديل بيناتنا وصارت حبيا. وانا يعني لحد هلا على علاقه مع اصحاب الشركه بعدني امين بوجه تحيه كثير كبيره، وريكو ورفيق وكلهم يعني، وناجي بحبهم كثير. وبعدني لحد هلا قلت لك بفتره اول ما ظهرت لهلا لهم فضل كثير كبير علي.